فاحنا عندنا مستشفى الصليب فيها كل التخصصات، مستشفى على اعلى مستوى التخصصي. فيها الرب المجد جه طفل لغايه الصليب، اشترك معنا في اللحم والدم، جرب كل شيء خلال القطية ليعين المجربين. يمكن احنا فاهمين الصليب بس فداء. الفداء لا يعني، لكن الصليب في فداء، الصليب في شفاء، الصليب في تبعية. يس. يحمل صليبه كل يوم ويتبع، يعني الصليب بتاع كل يوم. يعني فاحنا محتاجين نيجي يعني بعد ما اخد القرار. نعم. الأول عملت إقرار، أيوة أنا متألم ومش قادر أعيش أكمل كده، أيوة أنا فهمتك يا رب واقتنعت، خدت قرار أشفي. نروح بقى إلى الصليب، أخذ النعمة وأشوف الألام اللي أنا مريت بيها. أنا مستشفى التخصص الكبير ده في كل أنواع الجراح وأنواع التخصص، فإذا عرفت أميز جرحي ونوعه يبقى حلو، إذا ما عرفتش بروح أرمي نفسي في المستشفى هي اللي تعلي. فأنا عندي مشاعر ظلم، يا رب يسوع المسيح أنت تعرف الظلم، جزت فيه بدالي وعشاني وتعرف تساعدني. وأنا اتظلمت ليه؟ وأنا اتصلبت ليه؟ ما عشانكم عين المجربين. فظلم أما هو تزلل ولم يفتح. جميع المظلومين يعرفوا يروحوا الأوضة دي، الأوضة الخصوصي بتاع الصليب اللي فيها المسيح اتظلم في 6 محاكمات لم يخطئ في ولا واحد ولم يوجد فيه علة، ومات رغم أنه لم يخطئ. ما فيش ظلم اتعرضنا له بهذا الشكل. فأي ظلم أنا شفته أروح للمسيح اللي انظلم اللي يدوب في الصليب، وتخرج قوة من المصلوب ده، المظلوم ده اللي عرف يقول اغفر لهم يا أبتاه، يديني أنا أقول له طب أتحد بيك وتشيل ظلمي، يقول له ما أنا شيلته على الصليب، وتديني قوة أقول زيك اغفر لهم، يقول ما أنا عملت كده عشانك عشان أديك قوة. الجرح بتاع الضرب كله إلا الضرب والإهانة الضرب، لكن يعني أنا وأنا صغيرة المس ضربتني ألم على وشي، كان صعب قوي عليا سامح. يعني أنا كنت طلع الأولى واتضربت. أول ما شفت المسيح بيتضرب في الفيلم، يا خبر المسيح خد ألم على وشه، وأنا زعلانة أن مدرسة ضربت عيل، ما يسويش. تلاقي الجرح بتاعنا اللي قد كده في عينينا وفي راسنا لما يتحط مع الصليب يدوب نقطة من دم يسوع تغسل الألم والجرح.